الأسبوع الأول من الحرب الروسية على أوكرانيا انقضى، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. وأي معركة؟ في أوكرانيا قطع الجيش الروسي أوصال البلاد فيما يبدو سياسة تطويق ثم اقتحام. سقطت خريسون في الجنوب وطوقت خاركيف شرقا، وقتال طاحن يدور على تخوم ماريوبل المطلة على بحر آزوف. يقف العالم على قدم واحدة ويوشك أن ينقسم لمعسكرين في إعادة لسيناريو الحرب الباردة، لكنها لم تعد كذلك مع النار المشتعلة شرق أوروبا. الأخيرة تبدو المعنية الأكبر بالمجريات، عقوبات تتلو تهديدات بتدمير الاقتصاد الروسي وعزل روسيا عن العالم باعتبارها دولة غازية مارقة. دوي الانفجارات في كييف تعدى صداه لندن وبرلين إلى واشنطن التي شاركت أوروبا مخاوفها وعقوباتها حتى طردت الدبلوماسيين الروس، إلا أن الخطوة الغربية الأهم هي طرد روسيا من مجلس الأمن، وكيف ذاك وهي صاحبة حق النقض الفيتو. الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني قال إن خيار طرد روسيا من مجلس الأمن مطروح على الطاولة. دعمت ذلك تصريحات للسفير الأوكراني في الأمم المتحدة عندما شكك في أحقية روسيا بمقعدها في مجلس الأمن وهي تنتهك مواثيق الأمم المتحدة. الجدل القانوني حول عضوية روسيا في المجلس لا يأخذ مساحة كالذي أخذها السؤال الإشكالي حول شكل النظام العالمي ككل. لماذا 5 أعضاء فقط يتحكمون بقرارات باسم المجتمع الدولي كله؟ ولماذا لا تخضع الدول الدائمة العضوية لما تسنه من قوانين؟ وليس ما يجري في أوكرانيا اليوم وما جرى في العراق بالأمس عن العالم ببعيد. الإجابة على السؤال ترسخ فكرة تقول العالم أكبر من 5. خطأ تاريخي فادح سيصحح يوما ما.